تعالوا ناخد أول سؤال مع الأستاذة نجلاء من القاهرة. أستاذة ألو، نجلاء، السلام عليكم. عليكم ألو، السلام السلام ورحمة الله عليكم. وبركاته. أهلا وسهلا. ازاي حضرتك يا شيخ؟ نعم وفضل، الحمد لله. اتفضل يا أستاذة نجلاء. الحمد لله. كان لي سؤال عند حضرتك. معايا اتفضل. والدتي ست كبيرة عندها 82 سنة، وهي مش بتصوم رمضان لكن بتطلع بدل الصيام. طيب دلوقتي ليا أخ كبير هو حصلت له يعني ظروف مرضية وقعد في البيت وما عندوش أي مصدر رزق، ينفع إن هي تديله المبلغ المالي اللي هي كانت هتطلعه بدل صيامها؟ اللي هو دلوقتي ما عندوش اي مصدر رزق، وكمان وهو اصبح مسكين يعني ليس معه ما يكفيه. تديهوله، لان في فرق ما بين الفديه والزكاه. الفديه ديت هي مش بتطلعها عن نفسها، هي بتطلع الفديه دي لاطعام مسكين، فاذا كان هو بينطبق عليه ده يبقى يجوز ان هو ياخذ ده. خلاص. طيب استاذ رحمه اتفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ رحمه. معلش يا عم شيخ، انا محتاجه بس منك طلب، تدعي لي بس ربنا يفك كربي وجوزي ما يتجوزش عليا. انا كلمت حضرتك قبل كده وحضرتك ما بتردش عليا. ما يعني انا اكيد 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 مش قاصد، واذا كنت نعم واذا كان ده حصل فانا اسف. اديني بكلم حضرتك وتفضلي يا استاذه رحمه. انت عايزاني ادعي لك ان جوزك ما اتجوزش عليكي؟ انا ادعي لك بصلاح الحال انت وزوجك، وان شاء الله ربنا يجعل بينكم التوافق ويجعلكم في حاله رضا ويجعلكم تصلوا الى السعاده ويصلح حالكم يا رب ويصلح ذات بينكم يا ست رحمه. المشكله مش بس ان جوزك ما يتجوزش الجوازه اللي هيتجوزها دي، المشكلة الأساسية إن احنا نروح لأصل المشكلة، إن التوافق يكون بينك وبين زوجك عشان يكتفي بيكي. فأنتوا الاتنين محتاجين تقعدوا مع بعض وتشوفوا إيه اللي ممكن يوصلكم للتوافق عشان تعيشوا بيه، ودوت الأفضل طريقة عشان الناس تعيش في راحة وما يحصلش فيها إن حد يوجع التاني. معانا مين؟ معانا السيدة أم مصطفى، تتفضل. أيوه، السلام عليكم. إزيك يا فضيلة الشيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ست مصطفى، لو سمحت حضرتك انا بس كنت عايز اسال سؤال. اتفضلي. والدتي ست كبيره في السن وعندها زي زهايمر، بتنسى يعني في نهار رمضان بتاكل. بتاكل هي طيب عندها زي زهايمر. احنا حاجه مصطفى، هي انتوا كشفتوا؟ طب هي سنها كام الاول؟ هي سنها حوالي 97 79 سنه. 79 سنة. يعني ده ممكن يكون مع احتمال زهايمر واضح يعني. فهي اذا كانت يعني هي بتنسى، اسمعيني بس، هي بتنسى فضلت الشيخ وبتتعالج يعني. طيب خلاص، يبقى كويس، يبقى كويس، ما حدش يعني يضغط عليها بقى، يعني نفكرها ونعرفها ما تاخدش بالها. حاجة مصطفى، حاجة مصطفى، نعم. انتوا ما تضغطوش عليها، تفكروها بالراحة. افتكرت اهلا وسهلا، ما افتكرتش خلاص. لان في بعض الاحيين احنا لما بنيجي نعمل مع اهلنا واحبابنا وهم بركتنا وانوارنا اللي معانا اللي هم مصابين بالزهايمر، لما بنضغط عليهم للاسف بنأذيهم، بنوجعهم، لان هم بيحسوا ان هم ما بقوش بشر، بيحسوا ان هم وكانهم فيهم حاجه جعلتهم مش بني ادمين. فعشان كده احنا محتاجين ان احنا نترفق بيهم، هنفكرهم بهدوء، لكن احنا مش هينفع ان احنا نصومهم بالعافيه زي ما بنعمل مع الاطفال. فاحنا هنعمل ايه حاجه مصطفى؟ هنفكرهم بهدوء. دول اكتر الناس اللي محتاجين ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، اكتر الناس اللي محتاجين ان احنا نصاحبهم بالمعروف وبهدوء، نفكرهم اهلا وسهلا. افتكروا اهلا وسهلا، ما افتكروش خلاص. واضح يا مصطفى؟ استاذ محمد يتفضل. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. معلش يا حضرتك أنا هخش مباشرة على طول. اتفضل. اللهم صل على النبي. أنا كنت كلمت حضرتك قبل رمضان والخط قطع، كنت بقول لك إن أنا كنت متجوز ومراتي ما بتخلفش وأنا عندي عيال وبتاع وأنا مش محتاج، ومع ذلك الخط قطع ساعتها في اللحظة دي، وما قلتش لحضرتك إن أنا خدتها ولفيت بيها على الدكاترة وصرفت عليها مصاريف جامدة عشان ربنا يرضيها وتخلف ويجيب لها، ربنا يجيب لها تتعيل ولا حاجه ربنا يرضيها. فالخط قطع حضرتك، ما كملتش انا كلامي. فانت حضرتك حكمت عليا حكم، قطعتني من غير ما اكمل كلامي. طب انت حضرتك، طب يلا كمل كلامك يا حاج محمد. حاج محمد كمل كلامك. ما انا عايز اعرف حضرتك حكمت عليا بمعنى عن ايه؟ وانت الكلام مش عليك انت، الكلام مش عليك انت يا حاج محمد.
الكلام مش عليك انت، الكلام على شخص فيه الصفات دي. تعال بقى نتكلم عليك انت، انت لفيت عليها في كل حته، وبعدين ايه اللي حصل؟ لفيت بيها. استنى بس خليني اسالك عشان انا بس اديك فرصه. انت دلوقتي بتقول ان انت لفيت بيها على كل الدكاتره عشان تخلف، وبعدين ما حصلش. وبعدين ما حصلش بقى نصيب حضرتك ان هي تخلف، فما خلفتش. وبعدين عملنا ايه بقى؟ عملنا ايه؟ عم ولا حاجه، عملنا كل خير وكل طيب. اللي هو ايه بقى الخير بقى اللي احنا عملناه؟ الخير ان احنا رفقنا رفقا بالقوانين بتاعتنا. فعملنا ايه؟ اتجوزنا تاني؟ لا ما اتجوزناش. امال عملنا ايه بقى؟ قول لي بقى عملنا ايه. انا طلقت وقاعد زي ما انا طلقت وكنت طب اسالك سؤال، اسالك سؤال، سؤال يا حاج حاج محمد، وهدي بالك بس عشان بس نفهم بس. اتفضل حضرتك. احنا عندنا شويه حاجات ورثناها كده، ان احنا عندنا احنا بنتجوز عشان نخلف. أي. الاساس احنا مش بنتجوز عشان نخلف. الخلفه دي شيء ممكن يبقى مقصد من ضمن مقاصد الجواز، بس مش هو المقصد الاساسي. والدليل على ذلك يا حاج محمد ان في ناس بتتجوز وهم هو لا هي ينفع تخلف ولا هو ينفع يخلفه، فبيتجوزوا بعض. بيتجوزوا ليه؟ عشان يبقوا عنده حد يسكن اليه ويبقى فيه موده ويبقى فيه رحمه. السؤال احنا دلوقتي لما جات عندنا انت، وكانك بتقول لي، وكان انا فاهم كده، ان انت بتقول لي ان زوجتك اللي انت بتحبها دي طلقتها لان هي ما خلفتش، صح كده؟ لا لا يا فندم، لا مش ده السبب خالص. انا بقول ان انا ده اللي انا عملته، ان هي ما بتخلفش وانا ارتضيت بيها. فايه اللي حصل؟ فايه اللي حصل؟ فاحنا اتطلقنا ليه؟ اللي حصل ان كل شويه بقى اصل انا صغيره، اصل انا جميله، اصل انا مش عارف ايه، لا مؤاخذه عايشين كويس، بتاكل وتشرب وتتفسح وتلبس كويس ومعيشه سنها ومخليها زي الفل وكويسه وحلوه. مره واحده انا كل شويه انا عايز اتطلق، انا عايز اسافر البلد. هم من دمنهور، كل شويه انا عايز اسافر البلد، انا مش عايز اعيش معاك، انا مش عايز يعني هي مش عايزه تعيش معاك. واسمع بس يا حاج محمد، فهي مش عايزه تعيش معاك وهي ما بتخلفش؟ ايوه يا فندم. يعني هو العيب منها؟ خليني بس انا بحاول افهم التفاصيل. انا ده اخر سؤال هساله لك، وبعدين هسالك انت عايزني او اجاوب عليك. اقول لك ايه يعني؟ هي ما بتخلفش ومع ذلك بتتغندر عليك، صح كده؟ تمام يا فندم. طيب فانت عملت ايه بقى؟ لان هي ما بتخلفش وبتتغندر عليك فطلقتها بناء على طلبها، ده صح؟ بناء عن تعب بقى ووجع قلب وزن وكده. كويس. فين بقى السؤال؟ فين السؤال يا حاج محمد؟ السؤال حضرتك، اللي انا عملته، اللي انا عملته ده كله في الثمان سنين دول، لما يجي يضيع كده ويروح كده ويخلص كده؟ لا هو ما ضاعش، هو ما ضاعش يا حاج محمد. أيوة. هو انت لما طلقتها وحد حاطط سكينه على رقبتك، ولا انت طلقتها برضاك؟ لا انا مش اللي ضاع عند البشر، اللي عند ربنا. بسالك، لا ما اسمعني طيب، والله هرد عليك بس. انت طلقتها؟ لا بارادتي يا فندم، لا بارادتي طبعا. كويس جدا جدا. فانت دلوقتي طلقتها بارادتك عشان انت راجل اصيل، فهي لما حست ان هي مش هتقدر تعيش معاك انت طلقتها. ايوه فندم. الله لا يضيع اجر من احسن عمله. بما انك انت احسنت عملك واحسنت اليها وكنت ابن اصول وعملت اللي عليك وكل الكلام ده، وهي في الاخر ما قدرتش، ده هو مكتوب عند رب السماء. فانت اجرك مكتوب تماما عند ربنا سبحانه وتعالى. بس نصيحتي يا حاج محمد، ان في بعض الاحيان احنا محتاجين ان احنا نراجع نفسنا طول الوقت، لان احنا عندنا زي ما في ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا، عندنا كمان قوله تعالى بل الانسان على نفسه بصيره، بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. يعني انت راجع نفسك عشان ما تحسش بان الواحد، انا يهمني دلوقتي نفسيتك انت وقلبك انت، ان الواحد بيحسن الى الناس والناس بعد كده بتغدر بيه. لا، راجع نفسك، راجع نفسك. وحضرة النبي قال لنا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. يبقى الكيس من ايه؟ من دان نفسه، يقعد مع نفسه كده ويقول هو عمل ايه وما عملش ايه، لان المفروض ان هي تحمل لك الجميل ده، فازاي هي رفضت الجميل بتاع حضرتك ده؟ ده محتاج ان انت تقف مع نفسك شوية يا حاج محمد،
ومع ذلك ثوابك إن شاء الله لن يضيع عند الله في كل السنوات الثمانية اللي أنت قدمت ليها كل خير. أستاذة شيماء تتفضل. السلام عليكم. أهلا وسهلا، تفضلي يا أستاذة شيماء. حضرتك أنا ليا سؤال بس. تفضلي. دلوقتي أنا كنت متجوزة قبل كده وما حصلش نصيب. فدلوقتي أنا مخطوبة وبتجهز وكده. أبويا طلع عن معاش وخد مكافأة. كنت متجوزة يعني حصلت دخلة واتطلقتي بعد كده. طيب. ودلوقتي أنت مخطوبة دلوقتي. تمام. تفضلي. بتجهز وكده، أبويا كان شغال وخد مكافأة بتاع شغله بتاع المعاش وبتجهز بيها. فوالدتي كان نفسي تطلع بيها عمرة. أنا سامع حضرتك بس أنا يعني أنا عايز أربط المسألة، أصل إحنا دلوقتي كنا في الجواز وبعدين رحنا دلوقتي لعمرة مامتك، فإحنا دلوقتي عايزين نكمل. ما هي بالمكافأة يا عم الشيخ، هي كانت عايزة تطلع بيها، كانت مستنية اللي هي مكافأة والدك، هي كانت عايزة تطلع بمكافأة والدك عمرة، صح كده؟ طيب. بس أنا خدتها إن أنا أتجهز بيها وكده. طيب، فأنت دلوقتي فين السؤال؟ هي بتزعل لما بتشوف قناه السعوديه او المدينه والناس اللي في العمره وكده. طيب. بتحس ان هي متضايقه، فهل انا عليا ذنب او هي ما طلعتش عمره خالص قبل كده؟ لا هي طلعت من 20 سنه كده. طيب انت عليكي ذنب ان والدك حط الفلوس اللي هي جات له دي في جهازك؟ لا ما عليكيش ذنب. ما عليكيش ذنب. يعني الافضل ان هي تجوزني ولا الافضل ان هي تطلع عمره؟ الافضل ان هي تجوزك. لو انت بتساليني يعني. بدل انت دلوقتي عايزه، بدل انت عندك حاجه للجواز واحنا دلوقتي خلاص مشينا في موضوع الجواز، لا الافضل ان انت ان هي تجوزك. ليه؟ طيب لان الجواز ده حاجه متعديه، فيه اتنين هيسعدوا وفي اسره جديده هتتبني وفي ناس ممكن يفرحوا وعندها هيبقى عندها احفاد. لكن العمره هي عملت عمره، سالتك هي عملت عمره ولا لا؟ لان حتى على مذهب الساده الشافعيه في العمره واجبه، فهي خلاص عملت العمره وخلاص، وقلت عملت العمره من 20 سنه. الشطاره بقى ان انت في اقرب فرصه تعملي لها ان شاء الله هديه لما تتجوزي وتطلعي عمره ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله، انت ووالده تعملوا لها مفاجاه وتطلعوها عمره. انت لا، انت جوازه خلي بالك، لان انا عارف بعض الناس ان عندهم جلد للزاد والوسواس ممكن تتسمم لهم للجوازه. لا انت اللي حصل ما فيهوش اي حرام ولا حاجه، وانت طيبي خاطرها وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمها. معانا الأستاذة دينا، تتفضل. أستاذة دينا، أستاذة دينا معانا؟ طب ترجع تتصل بينا لو مش معانا. أستاذة دينا، أستاذ سليمان من جنوب سيناء، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بصحة وسلام وبركة. ربنا يزيدك من سعة الصدر يا رب. الله يعزك يا أستاذ سليمان، تفضل. انا كنت محتاج بس رقم تليفون حضرتك، معلش. هيدولك في الكنترول على طول. ما عندكش طب سؤال؟ لا انا عايزه عشان حاجه خاصه يعني. خلاص نتكلم ان شاء الله على التليفون ان شاء الله. يا ساده احنا النهارده اتكلمنا في ختام، انا اقول لكم حاجه، انا لما بحس وبعيش مع القران في الكلام عن الاسره انا بحس ان انا مش عايز اخرج، والله ما عايز اخرج. هي صحيح ان بقينا تلك عشره كامله، خمسة كانت للزوات وخمسة كانت للأسرة. الأسرة دي كنز من كنوز ربنا، يعني كان ربنا ممكن يخلق الكون دوت من غير أسرة، بس لما خلق الكون ده من غير بالأسرة، خلق الكون بالأسرة دوت عشان احنا نسعد نفرح، عشان القلوب ما تتوجعش، عشان الناس تتبني. القرآن بنانا، بنى الأسرة فينا، بنى الأسرة وخلاها قيمة. فأرجوكم ما تهدروش قيمة الأسرة. محدش فينا يقول خلاص أنا أروح أعيش لوحدي وأسيب أهلي وأهجرهم وخلاص، ما الأسرة ما بتقدمليش حاجة. أنت بذلت إيه عشان الأسرة تفضل بتقدم لك؟ يبقى لازم كمان أولادنا ولازم الآباء كمان يحافظوا على الأسرة. بلاش لأتفه سبب نفك الأسرة دي. الأسرة دي قيمة، وستأتي الأسر، أنا أقول لكم ستأتي الأسر وتجادل أمام الله سبحانه وتعالى. هذه الأسرة قيمة، لابد أن احنا نحافظ عليها. يبقى الأسرة قيمة بتعيش بالحب، وكمان الحب بيزداد توهجا وتألقا مع النضوج. ويا سلام لو ان النضوج دوت كمان استثمرناه في ان احنا نطور حياتنا، وكمان ساعتها هنعرف ان الأسرة دي رحم انساني بيولد بني ادمين يستطيعوا ان يكونوا في قمة الإنسانية ويتعاملوا ويعيشوا عيش مشترك مليء بالكرامة، مليء بالنعمة، مليء بالرحمة، مليء بالخير، مليء بالجمال. يا رب أكرمنا واحفظ لنا أسرنا يا رب العالمين، واجعل
هذا البناء الذي بنيته يا مولانا فينا بالقرآن، فبنيت الأسر بهذا الجمال وبهذا النور وبهذه البركة. يا رب لا تحرمنا أبدا أن تجعل أسرنا في حصنك فلا يصل إليها مكروه، واحفظ اللهم أسرنا وكن عونا لنا لكي نقاوم كل من يريد أن يهدم هذه الأسر، واجعل الأسرة قضيتنا التي بها نحافظ على حياتنا ونحافظ على جمالها ونحافظ على كل نعمك يا رب العالمين. اجعلنا نجعل الأسرة نعمة، ونشكرك يا مولانا أن نحافظ عليها. يا أكرم الأكرمين، مددك ونورك لأسرنا لكي نبقى في أنسك وجمالك ونعمتك وبركتك عندما تمن علينا بحفظ أسرنا. يا كريم يا ودود يا رب العالمين.